والدبلوماسية الجزائرية في عهد هواري بومدين لعبت هذا الدور وتمكنت من العدم أن تنشئ دولة شكلت حقيقة خنجر في خصر المغرب، وكان هذا هو الهدف الاستراتيجي في هذه المسألة. بدأت الدبلوماسية الجزائرية تلعب وتمكنت من جلب الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية وجاب الدول في إفريقيا، وطبعا تم استعمال المال، والجزائر أنفقت على هذه القضية لحد اللحظة ما يتجاوز 300 مليار دولار أنفقتها الجزائر على الصحراويين وعلى في تحركاتهم في تمويلهم في أسلحتهم في جيشهم كل شيء. 300 مليار دولار التي أنفقتها الجزائر على هذه القضية لو وجهت إلى التنمية لكانت قدمت الكثير للجزائريين الذين يعانون الأمر. في تلك المرحلة كانت حسابات أخرى. الآن نقفز الآن إلى مرحلة أخرى، جاءت مرحلة الدولة، كانت مرحلة الدعوة إلى إنشاء الدولة في الصحراء الغربية، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الدولة، معناها أن البوليزاريو أعلن الجمهورية، ثم هذه الجمهورية اعترفت بها بعض الدول وصارت عضو في الاتحاد الإفريقي. خلاص من المفروض هنا الجزائر تكون تتعامل مع دولة، هذا هو الموقف. يعني أنت تقول بأنني راهي مش قضية الصحراء الغربية راهي عبارة عن جمهورية وتتعامل مع الرئيس نتاعها الأسبق وإبراهيم غالي الحالي على أساس أنه رئيس دولة، إذن يجب هذه الدولة تكون عندها سيادتها مستقلة. دول اللي اعترفت بالصحراء الغربية ماذا قدمت إلى هذه الجمهورية؟ ما قدمت لها إلا الكلام، نعترف بها ونأخذ الأموال من الجزائر والصفقات. كان هو هذا هو الهدف، هو تحويل الجزائر إلى بقرة حلوب تحلب من طرف بعض الدول في إفريقيا مقابل أنها تعطي اعتراف بالصحراء الغربية، وبعد ذلك فيها عند الدول سحبت اعترافها بهذه القضية. وابحثوا وستجدون الكثير من الدول اعترفت وسحبت وجمدت وما إلى ذلك، لأنها لا عارفة لا ما عندها ما رح تستفيد من شيء اسمه الصحراء الغربية والجمهورية الصحراوية، ما عندها ما رح تقدم لهذه الدول. هدفهم هو بقرة حلوب اسمها الجزائر، والجزائر راهي سخية في الإنفاق ودفع الأموال من أجل الاعتراف بهذه القضية. لا يا عزيزي أيها الصحراوي، إذا كان الجزائر دعماتك في مراحل معينة، أعطتك المال، أعطتك السلاح، أعطتك العتاد، أعطتك جوازات سفر تتحرك بهم في كل أنحاء العالم، أنت أعلنت دولة وتقول كاين دول تعترف بيك، على الأقل الآن تحمل مسؤوليتك الدبلوماسية. الجزائر أدت ما عليها، إلى متى تظل الجزائر تنفق عليك؟ إلى متى؟ ليكون في علمك النظام هذا الجزائري عنده واحد صحراوي خير من مليون جزائري. وعندما تسأل أي واحد وش تقول له ما الذي ستجنيه الجزائر من هذه؟ تكلم بمنطق المصالح يا سيدي، هذه منطق الدول. خليني من العواطف وتقرير مصير الشعوب والصحراويين ضيافنا ولازم نقوموا بهم، خلينا من هذا الكلام. الدولة عندما تتعلق بقضايا إقليمية ولا قضايا دولية تتعامل بمنطق الربح والخسارة، تتعامل بمنطق المصالح والمصالح المضادة، هذا هو. لا عواطف ولا شعبوية ولا أي شيء. إذن إلى متى الجزائر تبقى تنفق عليها؟ أموال طائلة ذهبت في هذه القضية، الشعب الجزائر في حاجة إليها. لا تقول لي أنه الشعب كريم ومستعد يتقاسم الخبز، كاين الناس راهي تغرق ما تلقاش واش تاكل، ما تلقاش واش تشرب، ولو تسمعوا ونقولوا راهي كاين الملايين تروح لجبهة البوليزاريو راح يلعن البوليزاريو ويلعن الصحراء الغربية ويلعن الجزائر ويلعن النظام، هذه هي الحقيقة. إذا تكلمت الجزائر عن حقوق الإنسان تتكلم غير عن حقوق الصحراويين، ما تتكلمش عن حقوق الجزائريين الذين يسجنون ويعذبون، ما تكلمش عن حقوق الجزائريين في العيش الكريم وفي الدواء وفي العلاج وفي غيره، ما تكلمش عليهم. إذا الجزائر تكلمت عن حقوق الإنسان تتكلم لي على حقوق الصحراويين وانتهاكات المغرب في حقوق الصحراويين، وانتم ما حقوق الجزائريين اللي تنتهكوهم؟ الشعب الجزائري خرج طارب بتغيير انقلبتم عليه، والان تسجنوا في ولاده وتجوعوا فيه وتعملوا فيه مشاريع فاشله لاذلال الجزائريين بكل الطرق. شوف الجزائر راهي خسرت كل شيء، لانها مواقفها الدبلوماسيه ربطتها كل بالصحراء الغربي، كل حاجه في الخارج هذه الدول تتعامل معهم كيفاش تتعامل مع الصحراء الغربي، وبذلك تضيع في مصالح الجزائر. كل الدول العربية لا تعترف بالجمهورية الصحراوية بل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، كل الدول العربية.
والجزائر أنها ما مشتش في مواقف من المفروض تكون مواقف عادلة مع دول عربية بسبب مواقفها من القضية الصحراوية. حتى إيران راهي تخادع في الجزائر، تخادع في الجزائر في مواقفها من البوليزاريو. ماذا قدمت البوليزاريو؟ إيران هذه اللي تعادي المغرب وتخطط ضد الأمن القومي المغربي ومن الجزائر، وهذه الحقيقة. مثل ما هو الشأن لإسرائيل، هاي دخلت إسرائيل، دخلت إسرائيل باستغلال القضية الصحراوية. كان من الممكن إيجاد لها حل في إطار البيت المغاربي بعد ما ولت الأمم المتحدة، خليها في الأمم المتحدة، أنا ما ندخلش في خصومات مع المغرب من أجل الصحراء الغربية. هذه قضية وحدها. الآن أوصلتوها من كانت مجرد دعوة إلى الاستقلال تجاه المحتل الإسباني، أوصلتها إلى دولة ترى المغرب أنه محتل وتقاومه بالسلاح وتواجهه بالسلاح. هذا شأنهم في هذا الزمن. الدخول والتورط في الحروب هو استنزاف لإمكانيات الدولة.